أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن المرأة تقول هل تصلي العيد في البيت؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العيد في المساجد والمصليات، صلاة العيد في المساجد والمصليات إذا فتحوها، أما المرأة فتشهد الصلاة إذا فتحت في المصليات والجوامع، أما أن تصلي في البيت فلا. والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، هل يصلي الإنسان في بيته؟ من أهل العلم من يقول بأنه لا يصلي الإنسان العيد في بيته مطلقا، سواء لوحده أو جماعة. من أهل العلم من قال يجوز له أن يصلي جماعة بأهله مثلا، ويذكرون هذه الروايات عن بعض الصحابة. ومن أهل العلم من قال بالتفريق، إذا كان فاتته صلاة العيد يجوز أن يقضيها في البيت قضاء من دون خطبة. المسألة فيها بحث. الذي يظهر لي بأن صلاة العيد ما تصلى في البيوت، لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام، شعائر الملة، ومشهد عظيم يشرع له الجماعة، ولا بد من إذن الإمام الأكبر، يعني هو ولي الأمر، هو الذي يأذن بهذا. بارك الله فيك.